تدور خلف هذه التلال المعارك. اعتقاد الميليشيا باجتيازها ضئيل، بل يكاد يكون معدوما في ظل يقظة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتمتعهما بالمواقف الوطنية العليا التي يأخذونها من شموخ هذه التلال وزهو رفعتها. فمن يولدون على هذه الأرض يبذلون فيها طاقتهم لتنظيفها من الميليشيا ووقف تمددها. ومهما قطعت المسافات واجتازت الوديان والسهوب، ستجد في نهاية المطاف حائطا منيعا لصدها، وكذلك تسير الأخبار يوما بعد آخر. مصدر في الجيش الوطني نقل أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لهجوم حاولت عناصر الميليشيا تنفيذه في جبهة الأحكوم في مديرية حيفان شرق محافظة تعز. وقال المصدر إن الميليشيا شنت هجوما على موقع الجيش الوطني في هيجة العبد والتبة الحمراء، مصحوبا بقصف مكثف من مواقعها في منطقة الأكبوش، وهو الموقع الرئيسي الذي وصلت إليه الميليشيا وتمركزت فيه منذ شهر تقريبا. وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة صدت الهجوم وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع، لكنها أيضا جاءت في إطار الاستعدادات لمواصلة دحر الميليشيا التي تعرضت لضربات موجعة توقفت معها من الاستمرار في التوسع. في الضفة المقابلة، تعرضت مواقع الجيش والمقاومة في سوق الربوع والقرى المحيطة بمديرية المقاطرة للقصف العنيف من قبل الميليشيا، بينما رد الجيش على تلك القذائف. على مقربة من هذه الجبهة وتحديدا في مديرية الصلو، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة ثانية. ونقل مصدر في الجيش الوطني أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش في منطقة الصيرتين، لكنها فشلت في إحداث أي اختراق للجبهة، بينما تكبدت الميليشيا خسائر فادحة، حيث تمكنت مدفعية الجيش من تدمير عربة مدرعة ومدرعة أخرى تعرضت للتدمير الجزئي، كما استهدف القصف جرافة كانت تحاول انتشال المدرعة التي تم تدميرها في سوق العقبة القريب من قرية الصيار حيث تتمركز فيها الميليشيا. المصادر تحدثت أيضا أن القياديين في صفوف الإنقلابيين أبو علي الحاكم وعبد الله ضبعان وصل إلى مديرية الصلو للإشراف على سير المعارك بعد تعثرها وإلحاق الهزيمة بالميليشيا هناك.